السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في مباشرة، معكم من أمام المنزل اللي وقعت فيه الجريمة البارح. كما كتلاحظوا بأن تم تشميع المنزل لحد الآن، وكنعرفوا بأن هذه الجريمة اللي وقعت، هذه الجريمة البشعة، من أخطر الجرائم اللي وقعت. كما كتعرفوا متابعي قناه شوف تي في، لحد الان الشرطه التقنيه والعلميه هما اللي تيقوموا بالبحث، لحد الان تيقوموا بالتحرير. متابعي قناه شوف تي في، كما كنعرفوا المنزل كيتكون من طبقين. كما كنلاحظوا متابعي قناه شوف تي في، مباشر معكم من عين المكان. كما كنلاحظوا ان الشرطه التقنيه والعلميه كتقوم التحريات. كما كنعرفوا بان المنزل مشمع، اللي كيدخل ليه حتى شي حد الا الشرطه التقنيه اللي كتقوم بالواجب ديالها في هذا العمل الاجرامي، للذكر بان عائله باكملها كتكون من 6 ديال الافراد، الاب والأم وزوجة الابن والرضيع اللي كيبلغ من العمر يلا 40 يوم، وطفل يبلغ من العمر 5 سنوات. الجديد في القضية كما كنقولوا بأن مازال التحريات، كما كنعرفوا بأن المنزل راه تشمع، يعني ما يدخل ليه حتى شي واحد إلا الشرطة التقنية والعلمية هما اللي كيقوموا بالواجب ديالهم و تيديروا التحريات. كما كتعرفوا متابعي قناة شوف تي في المباشر، كما كنعرفوا الساكنة يعني حاضرة هنا والعائلة كلشي حاضر. يعني هادو من اخطر الجرائم اللي وقعت، يعني الساء ديال الانفس، يعني راحوا ضحيه هذا الجرم وهذا الفعل الجرمي. ما كنقولوا الا لله وانا اليه راجعون، الله يرحمهم ويرحم جميع موتى المسلمين. كما كنلاحظوا متابعي قناه شوف تي في في المباشر، يعني الشرطه التقنيه كيقوموا بالواجب ديالهم والعمل. كما كنلاحظوا تبع قناة شوف تي في، هذا هو المنزل، يعني كاين طبقين وكاين حتى السطح كما كنعرفوا الاعلى سطح. لحد الساعة البحث جاري. بنتي حيت
طحني بريس بريس شوف تيبي كلشي عندك كلشي سلام بخير كي داير بخير ماشي انت الشيف خاصك تقوله قول له راه ديالنا كيجيك الفيديو ديال البارح ديال بنادم سرعته ولا ما سرعتش معل معل راك كاين كما كنعرفوا متابعي قناة شوف تيفي مازال مازال الابحاث جارية. الشرطة العلمية كتقوم بالعمل ديالها وكيبحثوا في السيارة مربانا يكون شي لغز تماك. كما كنعرفوا متابعي قناة شوف تيفي الابحاث جارية كما كتلاحظوا حنا معكم لحظة بلحظة باش نعرفوا شكون اللي ارتكب هذا العمل الاجرامي هذا الجرم. كما كنعرفوا هذا الشيء من اصعب الجرائم اللي وقعت في مدينه سلا. تحيه الرجال الشرطه، تحيه السلطات المحليه الدرك الملكي، يعني تحيه كاع اللي تيقوم بالواجب المهني، تحيه لهاد الناس اللي كيقوموا بالعمل ديالهم. يعني راه من البارح ساكنوا خدامين يعني 48 ساعة مازال ما وقفوش، البحث مازال جاري كما كنلاحظوا متابعي قناة تيفي، البحث مازال جاري كيبحثوا في السيارة. غنشوفوا لاحظوا كما كنلاحظوا متابعي قناة شوف تيفي هذه الجريمة اللي وقعت، يعني الجريمة من أصعب الجرائم اللي وقعوا. كما كنلاحظوا بأن عائلة كاملة توفات وتا الكلاب المدربة ديال ابن ديالهم تا هما ماتوا. يعني كاين واحد الظروف يعني توفوا في ظروف غامضة حنا ما عرفناش بالضبط، ولكن البحث جاري لحد الآن لحد الساعة البحث جاري كما كنعرفوا. الشرطة العلمية كتقوم بالدور ديالها باش يوصلوا لشي دليل. كما كنلاحظوا متابعي قناة شوف تيفي مباشرة معكم من عين المكان أمام المنزل اللي وقعت فيه هذيك الكارثة وهذيك الجريمة الشنعاء. الله يرحمهم ويرحم جميع موتى المسلمين، إن لله وإنا إليه لراجعون. حيد حيد من ناحية راه مشى اللعب واش حيد واحد حمر وواحد بيض بينو صافي
يلا نمشيو تمشي
كما كتلاحظوا متابعي قناه شوف تي في، مازال البحث جاري في هذه اللحظات. يعني سيارتين مشكوك فيهم، زائد الهوندا ديال العساس اللي هو الابن اللي توفى يعني في سياره الاسعاف، بقى هو الاخر والمشكوك فيه. كما كتلاحظوا متابعي قناه شوف تي في، مازال الشرطه التقنيه والعلميه يعني مازال البحث جاري لحد الساعه باش يعرفوا يعني شكون اللي ارتكب هذا العمل الاجرامي حق هذه العائله هذه. لاحظوا بان الكاميرات اللي تم، لاحظوا يعني جوج كاميرات تماك، هذا هو المكان ديال العساس، هذه هي الهوندا ديالو، هذه هي السياره، مكان العيش ديالو هو هذا، بانه كيدير داكشي ديال لا فيراي. متابعي قناه شوف تي في، وعنده جوج كلاب مدربه يعني اعلى المنزل، يعني في السطح ديال جوج كاميرات ديال المراقبه اللي تم يعني بصر الخيط. كما تلاحظوا هذا اللي ارتكب الجرم قطع حتى الكاميرات باش ما يرصدوش، وقام باحراق المنزل. الضحايا يعني لقاو عندهم ضربات في السلاح الابيض من بعد حرق الدار، وعندهم حروق من الدرجه الثالثه. لحد الان البحث جاري، متابعي قناة شوف تي في البحث جاري لحد الساعة. متابعي قناة شوف تي في مباشرة معكم من أمام منزل الضحايا اللي تشوفوه، الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين. ها هي الدار المتابعين، هذا هو المنزل.
لحد الساعة الشرطة التقنية والعلمية كيقوم بالواجب ديالهم والبحث هذا الفعل الشنيع، هذا الفعل الجرمي. مازال التحريات كما كنعرفوا داخل المنزل وفي السيارات، في الهوندا ديال الشخص اللي المشكوك فيه، في المحل ديالو اللي هو عبارة عن متشيات او لافيراي كما كنقولوا، السيد خدام في لافيراي، عنده جوج كلاب مدربة يعني في السطح، جسمه بين عنده واحد الجسم يعني كما كيقولوا في التصاريح بان الدري عنده بنية جسمانية قوية. هذه هي المعلومات لحد الساعة، والبحث مازال جاري لحد الساعة.